حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت اللجنة المالية النيابية في العراق إنه من الممكن أن يتم صرف موازنة العام القادم وفق قانون الإدارة المالية من موازنة عام 2021 في حال عدم صدور قانون موازنة مالية للسنة المقبلة. حذرت اللجنة من غياب الموازنة وتأثيره السلبي كونه يراكم أخطاء كبيرة على مالية الدولة. وكانت اللجنة قد اعتمدت الآلية نفسها في العام الماضي بسبب عدم إقرار الموازنة، حيث اعتمدت على بيانات السنة المالية السابقة وعلى الموازنة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع والمحافظات. ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل في تعاملات اليوم بأكثر من 1%، وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر إلى آسيا بنسبة بلغت 1.36% ليصل إلى 94 دولارا و40 سنتا للبرميل الواحد، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا بنسبة بلغت 1.43% ليصل إلى 89 دولارا و60 سنتا. شهدت أسعار النفط العالمية في المقابل ارتفاعا بعد أن اتفقت منظمة أوبك بلس على خفض إنتاجها لشهر تشرين الأول بمقدار 100,000 برميل في خطوة وصفها الكثير بأنها بداية لتخفيضات أكثر في ظل التخوف من احتمالية الركود الاقتصادي العالمي. تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء لتقلص مكاسب اليوم السابق التي بلغت 3%، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 33 سنتا إلى 95 دولارا و44 سنتا للبرميل الواحد، بينما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 89 دولارا و13 سنتا للبرميل لتزيد بواقع 2.6% عن إغلاق يوم الجمعة. وكانت بلدان مجموعة أوبك بلس قد اتفقت على التراجع عن زيادة قدرها 100,000 برميل يوميا في شهر أيلول بعد أن أبدت السعودية وأعضاء آخرون قلقهم من تراجع الأسعار منذ شهر حزيران رغم شح الإمدادات. استقرت أسعار الذهب في أسواق بغداد ليسجل المثقال الواحد من عيار 21 من الذهب الخارجي والتركي والأوروبي 353 ألف دينار عراقي للمبيع و349 ألف دينار للشراء. هذا وسجل المثقال الواحد من الذهب العراقي من عيار 21 سعرا بلغ 323 ألف دينار للمبيع و319 ألف دينار للشراء. وفي محل الصاغة تراوح سعر مبيع مثقال الذهب الخليجي من عيار 21 ما بين 350 و360 ألف دينار، وتراوح سعر مبيع مثقال الذهب العراقي بين 320 و 330 ألف دينار عراقي. قالت وكالة بلومبرغ إن ارتفاع أسعار الكهرباء سيتسبب بإغلاق 6 من أصل كل 10 شركات في بريطانيا. وأضافت الوكالة أن فواتير الطاقة المرتفعة قد تؤدي إلى إغلاق 6 من أصل كل 10 مصانع في البلاد وفقا لدراسة أجرتها الجمعية البريطانية للمصنعين. وأشارت إلى أن نصف المؤسسات شهدت زيادة في فواتير الكهرباء بأكثر من 100% خلال العام الماضي. هذا وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية عن زيادة بنسبة 80% في الحد الأقصى المسموح به لفاتورة الكهرباء اعتبارا من الأول من تشرين الأول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. والآن نترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار العملات.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.